رايحين غابة. ياه! ايوه في غابة بجد، انا ما كنت اعرف عنها، ابو عبيد قال لي عليها. هذا مدخل الغابة. وعليكم السلام. السلام عليكم. وتشيلها ما همها، عندها زي الخنفسانة هنا. انس ابغى اشيله الحين، يلا شيل شيل انس. في كثير ما شاء الله، المكان جدا كبير وحلو. ماني مصدق اني ما قد جيت هذا المكان من اول. حنجري الحين جوا في الغابة. في ثعلب ميت هنا. اخر مرة جيت الغابة شفت ثعلب؟ اول مرة؟ Look at his teeth. There's a weird. ايش في هنا؟ There's loads of ants. نمل ها؟ كثير. Wait, if I do this. لا 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 خلاص، عارف انك تعرف كاراتيه. We're following the leader. Leader, we're following the leader wherever he might go. ايش رايك عبيد في صوتي؟ كويس انه صريح. هنحط بساط هنا ونجلس. بيز، ايش بيز بالعربي؟ ما نعرف والله. شيء الاخضر هذا، الخضار اللي تاكلوه. عيسى هيلب مي، يقول عيسى ساعدني. اوب اوب اوب. Who wants to sit on the carpet? سألتهم مين يبغى يجلس في البساط، كلهم يقولوا لا ابغى امشي. بنلعب لعبه، لازم نشرد وابو عبيد حيجي يلحق ورانا. الهدف انك توصل للبساط قبل ما هو يوصل لك. وصل للبساط، انس وصل. باقي ليله، ابوها بيحاول يمسكها قبل ما توصل البساط. طيب دوري الحين، هم لازم يشردون، احاول امسكهم. وصل للبساط. دوري مان الحين، يلا تخبوا هايت. شوف اليوسف بيتخبى قدامها. اي هايدينج فروم هو؟ ليلى. في عنكبوت هنا مره كبير، نوري ايمان. سبايدر سمير، انت خايفه؟ توصل لنا هنا، ووقت السجود يوسف كان منسدح جنب عبيد ومؤخرته جنب راسه وسوى صح؟ حاول انه ما يضحك. يوسف did you do a fart? Where did you do a fart? يقول لي دي فات. ابو عبيد جرب الشهره وقال لي خلاص ما بيطلع في اليوتيوب، ما عجبته الشهره، فبحاول ما اطلعه بشكل مباشر. بس عبيد ما عنده مانع حاليا انه يطلع، بس يمكن اغير رايه مستقبلا، ما اعرف. حتى عيسى انت ما عندك مانع صح حاليا؟ كان ماسك هذا، لما قلت له ان هذه خريه رماها وما يبغى يمسكها مره ثانيه. لا ترمي علينا. يلا بيلعب. فين راحت؟ عبيد الحين يبغى يعطي تحية خاصة للنادي حقته. يلا تعالكم فاير بول. في أغنية يبغى يغنوها تعلموها في النادي حق الكورة. يلا واحدة واحدة واحدة. وي
بنشرب قهوة عربي هنا وبناكل بيتزا واشياء حلوة. ايش بتشرب انت قهوة؟ نو مويه؟ ايوه سي سبايدر اكس بفور يو غانا ميك ا دنت. Yes. So what we need to do? I even was in the tent, kid. Okay, so we need to find. Do you want to build a tent? We need to find a tree, yeah. Like which has got a bit like this. We're gonna leave a little door. We're gonna put the carpet inside, and you can go inside. طيب لازم نجمع أخشاب صغيرة ونبني منها خيمة ولا شيء زي كده. They have to be bigger than that. لازم يكون أكبر. إيه صح. صح. رحين نجمع خشب. يوسف كمان بيجمع. لقيت واحد. Did you find one? Loads of bits of it. Come on, اشتغلي. يلا ايش قاعده تسوي؟ ليش اسوي لك بيتر مي او ايمان؟ اه يقول ليلى سالته مين تحب اكثر انا ولا ايمان. شوف كيف ما شاء الله جابوا حبال معهم وسكين. ابو عبيد كان في كشاف منذ صغره عشان كذا يعرف هذه الاشياء ما شاء الله عليه. لقوا خشب مره كبير هنا. شوف كيف بشقلوب. شوفوا شوي يخلصوا خلاص. ها يوسف ايش قاعد تسوي انت هنا؟ in my house يقول انا في بيتي. go inside ليتا مو دحين. يقول تبي تيجي بيتي الحين. بيجمعوا هذا الاعشاب. هذا عشان ايش؟ عشان السقف. اوكي عشان ما حد يقدر يشوف جوا. ايه ممتاز. ليلى تكلمي مع ايمان بالعربي حتى هي تتعلم. فين حتحطي هذا؟ فوق هنا. ثانك يو. انس بس ذس يو نوت سبوس تو. خلاص غطي كل الفتحات انس. ها عبيد جبت كثير؟ دحين بنحط بساط جوا. اوه شوفوا عندها سكين. ورينا سكين؟ يلا ادخلوا. خلاص سويتوا البيت؟ في محل جوا حتى انا ادخل ولا ما في محل؟ ما في. اوكي شكرا. حدخل كاميرا هنا في هذه الفتحه حتى اصورهم. ادخل جوا. I can hold the camera. Don't cry this time. ما شاء الله بيت جميل. Hi. Right, who wants to have a bow and arrow? أبو عبيد بحاول يسوي إيش اسمه قوس السهم. هذا هو القوس والسهم اللي صنعه أبو عبيد. يلا نشوف دحين. بسم الله. روبن هود هنا شوفه. أعطيني فلوسك ولا حدخل السهم فيه. الحين مسابقة نشوف مين يطلق السهم. ما بعد شيء. طيب هنا ليلى. You're gonna hold the arrow kind of like on both sides on the rope like that. Look at my fingers here. Go, yeah. حسبت السهم راح هناك. طلعت هنا. يلا مو مشكلة. أول مرة صح؟ أول مرة حياتك صح؟ Put it back. Okay, that's good. That's the furthest. The furthest. إلى الآن ما أنا بعد شيء. As far as you can, pull it back. Let go. اوه عبيد اخر واحد الحين. Okay, don't put your finger over it, that's it. يلا بسم الله. اوه ابعد شيء هناك ما شاء الله. الغابه تقفل بعد المغرب شويه فلازم نشيل اغراضنا ونمشي الحين. استمتعت؟ ظلمت والحين راجعين سياره خلاص. We're following the leader. Sing. تبي تاخذي البيت معاكي؟ نروح نتعشى الحين. انا سيمان راحوا في سياره ابو عبيد وعبيد وليلى بيجوا في سيارتنا. خارجين من الغابه الحين لسه شايفين كثير ناس جوا. في كلب قدامنا. هلو. جينا هذا المسجد نصلي فيه. هذا مسجد عائشه. اول مره اجي. التصميم حقه رائع. Let's go.
تنسون لايك. الله يسعدك، احد متابعين قابلناه عند المسجد. هنا ابل بيز عشان نتعشى هنا، وبعض متابعينا هنا الله يسعدكم. بنحاول نقرر ايش ناكل. ايش حناكل؟ ما تتكلم كثير ايمان صح؟ الا تتكلم كثير. تو دفعت الرجال يقول لي لا تنسى ايمان. هي نايمه هناك. بيبي كبير.